السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل مشاهدينا الكرام. حلقة جديدة من هذا الحصاد الجديد تبدأ معكم دلوقتي مشاهدينا. زي ما احنا متعودين هنبدأ بمجموعة الأخبار، وأيضا كمان لسه لدينا مجموعة وباقة كبيرة من الأخبار المنتقاة والمختارة. هنسمع دلوقتي الأخبار المقروءة أو المصورة أيا كانت من زميلنا محمد الريس، ونعود إليكم مرة أخرى عشان نقول لكم حصاد النهاردة احنا مجهزين لكم فيه إيه. التعليم العالي تغلق الباب أمام تحويلات تقليل اغتراب اليوم. تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الباب أمام تحويلات تقليل الاغتراب أمام طلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق اليوم. وقد بلغ عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل تقليل الاغتراب على الموقع الإلكتروني للتنسيق حتى الآن 72 ألف طالب وطالبة. وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن نسبة هذه التحويلات ستكون 10% وفقا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات من قبل، مشيرا إلى أنه لا توجد تحويلات ورقية بأي شكل من الأشكال، وأن كل عمليات التحويل تتم إلكترونيا من خلال موقع التنسيق. نهاية حفر أنفاق القناة في ديسمبر. قال اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية إن أعمال الحفر في أنفاق قناة السويس تتم على أكمل وجه من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تسابق الزمن للانتهاء من أعمال الحفر والمرافق في الأوقات المحددة. وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المرحلة الأولى للأنفاق قربت على الانتهاء، حيث تم حفر أكثر من 3.5 كيلومتر بالمدخل الشمالي و3 كيلومترات في المدخل الجنوبي، بحيث تنهي ماكينات الحفر العملاقة أعمالها في ديسمبر هذا العام، لمنح فرصة 6 أشهر للانتهاء من أعمال المرافق للنفقين من الكابلات والممرات العرضية لمداخل ومخارج الأنفاق، استعدادا للافتتاح الرسمي في 3 يونيو 2018. اتفاقية بين 4 جهات لتنفيذ مشروع قومي للتدريب من أجل التوظيف. وافق مجلس إدارة صندوق التمويل للتدريب على إبرام اتفاقية تعاون بين وزارة القوى العاملة ومؤسسة التعليم من أجل التوظيف مصر EFE والمؤسسة الثقافية العمالية بشأن تنفيذ مشروع قومي للتدريب من أجل التوظيف. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، حيث ناقش الأوضاع المالية للصندوق وأهم المشكلات التي تعترض تحصيل مستحقاته لدى المنشآت الخاضعة، فضلا عن الأنشطة التي يزاولها. حملات مرورية مكبرة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفات. عززت اليوم الخميس الإدارة العامة لمرور القاهرة بالشوارع والميادين من انتشار الخدمات المرورية بتواجدها على المحاور، بناء على تعليمات اللواء علاء الدين متولي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها. وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كافة المخالفات المرورية بشتى أنواعها وعدم التهاون مع مخالف قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كافة السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق. بشكر زميلنا محمد الريس، ومرة تانية بحييكم كل مشاهدينا الكرام، وبنستكمل بقى معاكم بقية الأخبار. عندنا عنوان بيقول السيسي يقرر تشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة محلب. أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة، منوها أن ده هيكون برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وعضوية كل من مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمكافحة الفساد ومستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، ومساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية للأراضي والمشروعات، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوة المسلحة، ورئيس المكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، ورئيس مركز المعلومات والتوثيق برئاسة الجمهورية، وممثل هيئة الرقابة الإدارية وفقا لنوعية المشروعات المتعثرة، وممثل عن وزارة التخطيط، وممثل عن الوزارة المحافظة
عن الوزارة والمحافظة المختصة وممثل لجهاز الدولة المتعاقد على تنفيذ المشروع والمهندس أشرف عز الدين نديم برئاسة الجمهورية وأمانة سر اللجنة. ووفقا للقرار بتختص اللجنة بتحديد مشروعات الدولة المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها ودراسة تحديد الأسباب المثلى لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة. ده كان أول خبر عندنا. عندنا في خبر تاني عنوانه بيقول قرار حكومي بتخصيص أراضي للمنفعة العامة بعدد من المحافظات. يمكن احنا سمعنا عن الموضوع ده امبارح، لكن تفاصيله بتقول ان اصدر المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء قرارا بتخصيص 3 قطع اراضي للمنفعه العامه بمحافظه المنيا لاقامه محطه رفع صرف صحي ومدرسه حماد محمد مبارك ومكتب سجل مدني، وتخصيص 2 قطع ارض بالفيوم لاقامه مقر لفرقه شرطه ومجمع خدمات شرطيه عليها، وأيضا مكتبة متكاملة، وتخصيص 2 قطع أرض بمحافظة بني سويف لإقامة مدرسة الشيخ جرجس للتعليم الأساسي ومحطة رفع صرف صحي، وتخصيص 2 قطع أرض بمحافظة سوهاج لإقامة مدرسة للمتفوقين. اللي بعد كده بقى عندنا في عنوان بيقول ضبط مسؤول بتموين الجيزة لاستيلائه على 1,000,000 جنيه رشوة من المواطنين. ضربة أمنية جديدة لمافيا الفساد بوزارة التموين بضبط مرتشي حصل على 1,000,000 جنيه رشوة، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة برئاسة اللواء أنور سعيد من ضبط رئيس مكتب تموين بالجيزة لإهداره 1,000,000 جنيه من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل. وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن عن حصول المتهم على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين مقابل تعلية أعداد المستفيدين في البطاقات التموينية خلافا للحقيقة، مهدرا أموال طائلة من أموال الدعم، وأكد ذلك التقرير الفني من شركة البطاقات. وأوضحت التحقيقات قيام المتهم ب قيام الخط مش واضح، يعني بتعلية 3,749 بطاقة بإجمالي 27,974 مستفيد بدون وجه حق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم والعرض على هيئة النيابة. رشوة واضحة جدا، ما فيهاش أي فصال ولا أي جدال ولا أي اشتباه، يعني الحقيقة هي رشوة في منتهى الوضوح. وزيرة الاستثمار بتؤكد بدء تفعيل الشباك الموحد للعاملين بالخارج. خطوة ياما نادينا بيها وقلنا ان دي هتلخص حاجات كثيرة جدا، لكن دلوقتي اعلنت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن بدء تفعيل العمل في الشباك الواحد للمصريين في الخارج الذي اطلق الاحد الماضي بمركز خدمات المستثمرين لتقديم الخدمات المختلفة في مجالات الاستثمار للمصريين بالخارج. واشارت الدكتورة سحر نصر الى ان الوزارة بتقدم العديد من الخدمات عبر الشباك الواحد للمصريين اللي موجودين طبعا بالخارج، أهمها تأسيس الشركات سواء كانت يعني منشأة فردية أو منشأة مساهمة عبر خدمة أسس بنفسك عبر موقع الإلكتروني المخصص على الشبكة العنكبوتية، موضحة أنه من المقرر أن تنطلق قريبا خدمة الجمعية العمومية للشركات وجني عوائد الأسهم فضلا عن الخدمات المتعلقة بتغيير مجالس الإدارة أو تعديل رأس المال وغيرها من الخدمات. طيب بعد كده عندنا في الخبر الخامس بيقول وزير النقل فتح طريق شبرا بنها الحر نهاية الشهر الجاري بعد انتهاء تنفيذه. الكل ما بيشوف الطريق كده من بره لسه ما مشيش عليه الحقيقة بيقول ان الشكل كده بيقول ان هو حاجة هايلة جدا، والتوقع بالوقت ان شاء الله اللي هيتم تقليصه من خلال العبور بهذا الكوبري من شبرا إلى بنها، طبعا مرورا بكل القرى اللي هيعدي عليها هذا الكوبري، وقت كبير جدا، وأيضا كمان يعني شيء مؤمن قدر الإمكان من الحوادث اللي كانت بتبقى موجودة على طول نهر الطريق ما بين شبرا لبنها. التفاصيل بتقول أعلن الدكتور هشام عرفات وزير النقل عن فتح طريق شبرا بنها الحر
المدرج بالمشروع القومي للطرق أمام حركة المرور نهاية شهر أغسطس الجاري، وده بعد انتهاء تنفيذه. وأضاف وزير النقل أن معدلات التنفيذ في الطريق خلال الأربع شهور الماضية متقدمة للغاية، موضحا أن مستخلصات شركات المقاولات المشاركة في التنفيذ خلال هذه الفترة تؤكد معدلات الإنجاز المتقدمة. وأوضح أيضا أنه سيتم إعلان الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الصناعية بطريق شبرا بنها الحر بالكامل من كباري وأنفاق خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن الطريق الجديد بيتضمن 38 كوبري و24 نفقا ضخما. قد إيه فعلا الطريق اللي هيتفتح ده هيبقى ضخم جدا. عندنا مصرع 5 أشخاص ده نتيجة سقوط صخرة عليهم خلال التنقيب عن الذهب بمرسى علم. لقي 5 أشخاص مصرعهم بإحدى الأودية الجبلية جنوب البحر الأحمر إثر سقوط صخرة جبلية عليهم أثناء تنقيبهم عن الذهب بأحد الأودية الجبلية بمرسى علم، وتم نقل جثث المتوفين للمستشفى، هي مستشفى إدفو المركزي بأسوان لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ومن جانبها أكدت مصادر أن خلال التنقيب عن الذهب بوادي المياه على الحدود بين جبال مدينتي القصير ومرسى علم سقطت صخرة ضخمة على المناقبين، مما أدى لمصرع 5 أشخاص بينهم 2 من قرية العدوى التابعة لمركز إدفو بأسوان، وآخر من مركز كومنبو، وآخرين من محافظة قنا وأسوان. هي ربنا يرحمهم يا رب، ويعني نسأل ربنا أن يلهم السلوى والصبر لأهليهم، ويعني نسأل السلامة لكل العاملين في هذا المجال. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير وراجع لكم لمتابعة ما تبقى لدينا من أخبار النهاردة. هذا البرنامج برعاية مرحب بكم مرة أخرى مشاهدينا، أهلا وسهلا بحضراتكم في حصاد النهاردة. الحقيقة من ضمن الأخبار اللي احنا استعرضناها على حضراتكم كان في خبر بعنوان اتفاقية بين 4 جهات لتنفيذ مشروع قومي للتدريب من أجل التوظيف. في منتهى الذكاء هذه الخطوة، لأن مش كلنا بنتخرج حتى من الكليات المفروض أنها يعني ليها تخصصات عمل مباشر في سوق العمل، إن كنا قلنا مثلا تجارة تخصصاتها متشعبة وكتيرة قوي في أسواق العمل، ويقدر خريج كلية التجارة أنه يعني ينضم تحت أي منظومة عمل في سوق الإنتاج عندنا في مصر. لكن يظل أيضا جزئية التدريب، إحنا عندنا الكليات اللي هي على هذه الشاكلة ما هياش مهيئة للتعامل فعليا مع الأرض، فهذا خبر في غاية الأهمية. طب إحنا عندنا بعد كده في خبر بعنوان طقس الغد حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية، وتفاصيله بتقول أنه بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة جنوبا نهارا ولطيف ليلا، وبتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وبتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وأرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة بتنشط على جنوب سيناء أحيانا ومثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد، كما بتنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية هناك، وبتسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 36 درجة مئوية، والصغرى حتكون 26 والإسكندرية 31 والصغرى 23 ومطروح 31 والعظمى حتكون ومطروح 31 العظمى، أما الصغرى فهتكون 22 درجة مئوية. طيب مشاهدينا الكرام،
معنا دلوقتي على تليفون دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. دكتور احمد برحب بحضرتك، مساء الخير. اهلا مساء الخير على حضرتك وعلى الساده. اهلا يا فندم بحضرتك. بقالنا فتره كده يا فندم درجه الحراره مش راضيه تنخفض ابدا، بالنهار حاله صعبه جدا، وبالليل حتى النسمه اللي بنستناها برضو بتيجي مكبله بالرطوبه، يعني جو يعني مخنوق كده يا فندم. هي الموجه دي ملهاش نهايه ولا ايه؟ لا، هو بص حضراتكم، اللي احنا شاهدينه ده مش ارتفاع في درجات الحراره، بقى بالعكس النهارده درجه الحراره بقالنا اكتر من اسبوع ما تزيدش على الخير على 37 درجه، لكن هو المشكله في النسب الرطوبه، النسب الرطوبه هي العاليه اللي بتحسسك بدرجات حراره اعلى من المقاطع، وبحساسك بيها كان كامل اعلى من المقاطع، ودي السبب الاساسي في ان احنا حاسين حتى بخنقه الجو، ان نسب الرطوبه خاصه من بعد الساعة السابعة مساء حتى ثاني يوم حتى العاشرة صباحا بتبقى نسب الرطوبة عالية جدا، العظمى بتاعتها تكون 5 صباحا، بتوصل في القاهرة ما بين من 80 إلى 85%، فده اللي مخلينا حاسين بارتفاع في الحرارة. طيب دكتور أحمد، يعني إمتى ممكن مثلا نقول درجة الرطوبة دي هتخف أو هتنزل شوية؟ يعني الجو مش حلو خالص يا فندم، ومش عارفه مقارنه بال يعني بتاريخ الطقس في مصر، اعتقد ان دي حاجه يعني انها تستمر يعني فتره طويله كده من الوقت في الصيف جديده شويه ولا ايه؟ لا، هي حضرتك النسبه العاليه في الرطوبه هي اللي زي ما قلت بقول لحضرتك، هي اللي محسساني بالارتفاع في كما لو كان سقف الحراره هو الخنقه. وعلى فكره هو شهر اغسطس هو اللي بيمتاز به هذه السمه، ارتفاع نسب الرطوبه اكثر من شهر يوليو، حيث شهر يوليو كان في ارتفاع في درجات الحراره ولكن الرطوبه كانت اقل، في اغسطس بيبقى ارتفاع في الرطوبه زي ما احنا قلنا. يعني شهر اغسطس كله برضه هنبقى مجهزين نفسنا ان احنا نتعامل مع موجه من الرطوبه عاليه كثيفه الى حد ما. بالظبط كده، درجات الحراره. طب ده بيأثر يا فندم على البحار وعلى الملاحة وملاحة الجوية طبعا وما إلى ذلك، ده هيكون له تأثير برضو؟ هو طبعا بيأثر على الحركة، على بالنسبة للحركة البرية بالذات، بيبقى الرؤية بتقل في الصباح الباكر، بيكون الحركة ضعيفة أو لازم تكون بطيئة لأن الرؤية بتبقى قدام السائقين ضعيفة. ايضا بالنسبه للسفن الرؤيه في الاماكن خاصه اللي بيدخل المكان ما يكون داخل الميناء بتبقى برضه في شبوره شديده فبتبقى معطره معاه، لكن ارتفاع الموج بيتاثر فقط بارتفاع الرياح. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه، شكرا يا فندم لحضرتك. مشاهدينا الكرام، كده مجموعة الأخبار بتاعتنا خلصت النهاردة. الحقيقة مرت سريعا، ولكن احنا عندنا موضوعين النهاردة هنتكلم فيهم. هنتكلم في الجزء الأول عن زراعة الجوجوبا، ويقال عنها انها لها اسم آخر اسمها الهوهوبا، وأسماء أخرى علمية كثيرة جدا، أيا كان اسمها أيا كان الشهرة بتاعتها اللي موجودة، يعني احنا عندنا هنا في إقليم بنقول عليها كذا، إقليم آخر دولي بيقول عليها كذا، هي واحدة منبتها بشكل واحد، فايدتها أيضا كمان كلنا نعرفها، ما فيش حاجة ممكن أنها يكون بيعاني منها الإنسان أو ممكن أنه يكون بيطمح ليها في صحته إلا ما بيكون الجوجوبا لها نصيب في هذا الدور اللي هو بتؤديه لوظائف جسم الإنسان. فإذا هي نبتة مهمة جدا وقوية جدا، ولكنها في نفس الوقت هينة قوي في زراعتها، في التعامل معاها، يعني ما هيش متعبة ولا مجهدة للفلاح أو المزارع. ده جزئنا الأولاني مشاهدي الكرام. الجزء الثاني هنتكلم فيه عن رغيف العيش بين التحرير وتعديل حصة الفرد، وأعتقد أن في شوية أسئلة بتدور في عقول يعني معظم المشاهدين، إن شاء الله يعني نجاوب على معظم هذه الأسئلة من ضيفنا الكريم اللي هيكون منورنا في استوديو الحصاد، الأستاذ عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالقاهرة. هي دي موضوعنا النهاردة مشاهدي الكرام، بندعوكم لمتابعتنا ولكن بعد هذا الفاصل القصير. هذا البرنامج برعايه